طبعا احنا من المنظمين للفعاليه، فعاليه عالم الحيوانات الاليفه. الفعاليه تختص بالحيوانات الاليفه بمناسبه مرور يوم الحيوان. الحمد لله الفعاليه حضور كثيف بصراحه، ما توقعنا ان الجمهور عنده اهتمام بالحيوانات الاليفه من القطط والطيور والكلاب. طبعا الفعاليه متنوعه من جميع الجوانب، من جوانب خدميه للحيوانات ومن جوانب تنوع الطيور اللي موجوده والحيوانات الاليفه اللي متواجده. بالاضافه توجد طيور نادره موجوده للعرض هنا، وهي ليس للبيع طبعا، للعرض وتعريف الناس بانواع الطيور المتوفره في الفعاليه. ننوه على الاهتمام في التربيه والمحافظه وتشجيع الهوايه والالتزام بطريقه التغذيه للحيوانات والانتظام بالساعات البيولوجيه. مثلا ساعات البيولوجيه بما شنو ترمز لنا الساعات البيولوجيه؟ الى القطط والكلاب عزكم الله، عكس الانسان والطيور. القطط والكلاب تكون نظام التغذيه تقريبا 3 وجبات في اليوم، تكون من الغروب الى الشروق. مثلا اول وجبه تكون بدايه الغروب، ثاني وجبه منتصف الليل، وثالث وجبه وقت الشروق. عكس الطيور تبتدي الساعات البيولوجيه اللي لها من الشروق الى الغروب، يعني اول وجبه اول شروق الشمس، ثاني وجبه منتصف النهار، وثالث وجبه وقت الغروب. ولازم في خاصة الطيور تحتاج إلى راحة في الليل علشان كثرة الإنتاج، لازم نعطيها فترة نطفي عنها الأنوار علشان تنام وترتاح. إذا انتظمنا في الساعة البيولوجية راح نرفع مناعة الحيوان ويزيد نشاطه، وراح نبتعد عن زيارات الطبيب ومعانات منها من أمراض ما أمراض. راح الحيوان يرتاح في الفترة وفترة الالتزام بالنظام الغذائي تبعه. ولازم يكون نظام الغذائي اللي نقدمه حق الحيوانات يكون نظام غذائي صحي ويكون مناسب، يعني يكون نوع الغذاء يكون جودته عالية ويكون متنوع من الغذاء الطبيعية، من فواكه من خضروات على حسب احتياج الحيوان. إن كانوا الطيور فتحتاج لها أنواع الفواكه والحشائش، وأما القطط والكلاب فيحتاجوا أنواع اللي هو السالمون له الأوميجا 3 وأوميجا 6 علشان احتياجات الحيوان من مصادر تغذية متنوعة.